يحملون أمتعتهم على أبواب المطارات ويغادرون إلى غير رجعة. 19 مواطنا يمنيا ينتمون للطائفة اليهودية غادروا أراضيهم بهجرة أخيرة بعد أن غادر ذويهم من قبل. قصة تهجير متجددة تجلب معها قصصا وتاريخا من تهجير للإنسان اليمني ومآس إنسانية خلفتها مسيرة المشروع الإمامي قديمة وحديثة. هذه المرة بصفة إجلاء 19 من الأقلية اليهودية، أو كما وصفها المسؤول الإسرائيلي، بالمهمة التاريخية بالتنسيق مع الخارجية الأمريكية والحوثيين. تتكرر فصول مأساة المهجرين من هجرة اليهود عام 1948 مرورا بحملات التهجير والنزوح التي شهدتها محافظتا صعدة وحجة، وتحديدا كشر ومستبى ويهود آل سلم وسلفيو دماج، وصولا إلى الحرب التي لا تزال تروي فصولها مآس من التهجير والقتل وصنوف الانتهاكات. إنها حرب لا تعرف حدود للعنف، حرب ميليشيا الحوثي ضد اليمنيين. يمارس الحوثيون بالتوازي مع حروبهم التوسعية القائمة على العنف والتدمير والتنكيل بالخصوم حربا على التعايش السلمي، هي الأخرى تشنها الميليشيا دون هوادة. حرب تشكل خطرا يهدد فكرة التنوع والتعايش بالنسبة للأرض والإنسان، الأرض المتنوعة والمتعددة التضاريس، والإنسان متعدد الثقافات والمذاهب والأفكار والاتجاهات. وليس ببعيد عن ذلك الإعلان الذي افتتحت به الميليشيا حربها على اليمنيين في 21 من مارس العام الماضي. أعلنت الميليشيا التعبئة العامة لحربها ضد اليمنيين، وبدأت بقصف المعاشيق في عدن لتتسع مسيرة الديناميت والنار، ليمر عام مثقل بالبارود والأحزان اتسعت فيه المقابر والدمار والفقر والفساد، وضاقت فسحة الحياة والصبر في عيون اليمنيين. لم تنتهي الحرب بعد، فلا يزال ملف الميليشيا مفتوحا لجرائم وانتهاكات سينأ التاريخ بحملها.